نشرت النيابة العامة الاتحادية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مادة فيلمية توعوية تحت عنوان فرصة، نوهت من خلالها إلى السياسة العقابية الجديدة التي تتبناها وتبناها المشرع الإماراتي وفقا لقانون مكافحة المخدرات الجديد، بالأخذ في الاعتبار أن بعض المتعاطين مرضى وضحايا لتجار المخدرات، والاتجاه نحو إعطاء المتعاطي فرصة للتغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم، فيسمح للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي بدلا من الحبس وفقا للضوابط التي حددها قرار النائب العام، مع إخضاعه للفحص الدوري عن المواد المخدرة لمدة سنتين. وأصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام 4 قرارات، وهي 182 و183 و184 و185 لسنة 2022 بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي لتشمل 4 قوانين جزائية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة لتبني نهج الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية ومبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية وتلبي احتياجات المجتمع وتعزز سيادة القانون. وتضمنت الجداول المرفقة بقرارات النائب العام 41 نوعا من الجرائم يجوز من خلالها لأعضاء النيابة العامة إصدار الأوامر الجزائية فيها بتوقيع عقوبة الغرامة المحددة بالجداول المرفقة بهذه القرارات وبما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً.